27 مليون دونم، وبما يشكل 15% من مساحة العراق، هو مساحة الأراضي التي أصابها التصحر في البلاد بحسب ما كشف عنه المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، والذي أكد أن 55% من مساحة العراق تعد أراض مهددة بالتصحر. المركز قال إن المحافظات الأكثر تأثراً بالتصحر والجفاف هي ذي قار وميسان والقادسية، بينما أكدت تقارير منظمة الهجرة الدولية أن عشرات آلاف العراقيين نازحوا بسبب الجفاف في 10 محافظات عراقية وسط وجنوب البلاد. ووفق المنظمة، فإن معظم العائلات النازحة اتجهت نحو مناطق حضرية، وهو ما يهدد الثروة الزراعية في العراق بشكل خطير، حيث سبق ووثق المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان نزوح أكثر من 100,000 شخص خلال 8 سنوات، وتحديدا منذ بداية عام 2016 جراء التغييرات المناخية. المركز الحقوقي دعا الحكومة إلى اعتبار 17 من حزيران من كل عام يوماً وطنياً لمكافحة التصحر والجفاف، كما دعا إلى اعتبار التشجير سياسة وطنية لمكافحة التصحر. الأرقام التي تظهر بين الفينة والأخرى حول التصحر ونزوح العائلات المزارعة من مناطقها تدق ناقوس الخطر وتهدد الزراعة في بلد باتت حكومته تهمل كافة قطاعاته وثرواته، معتمدة على مورد النفط الذي زعزعت وتزعزع تقلبات أسعاره موازنات لطالما عانت وتعاني كل عام من عجز لا يمكن سده.